هذا الأمر يستلزم أيضا استعادة الأسرى وأن يكون قطاع غزة منزوع السلاح وتحت سلطة أمنية إسرائيلية والتحكم إسرائيل بضمان كل ما يدخل إلى إسرائيل. أنا أريد أن أؤكد أن اليوم التالي هو اليوم الذي يكون بعد القضاء على حركة حماس، لذلك قبل كل شيء يجب أن نحقق الانتصار، وهذا لن يكون إلا بتحقيق أهداف الحرب وما يقوم به الجنود الذين يضحون بأنفسهم من أجل تحقيقه. هناك صعوبات في الطريق، لكن بعد المذبحة الفظيعة في 7 أكتوبر لا خيار آخر أمامنا سوى الانتصار الذي يجب تحقيقه من أجل أمن إسرائيل، من أجل مستقبلنا، ومن أجل سلام حقيقي في منطقتنا. أنا ملتزم هنا أمام جنودنا وأمام العائلات الثكلى الذين فقدوا الأعزاء عليهم، وأنا ألتزم أمام وأتعهد لعائلات المخطوفين أننا لن ننهي الحرب دون استعادة أعزائنا، لن ننهي الحرب دون الانتصار المطلق. معا سنقاتل ومعا سننتصر. إلى الأسئلة. صباح اليوم نشر في شبكة NBC أنك رفضت عرضا أمريكيا بشأن إقامة دولة فلسطينية، وهناك افتراض بأنك لن تبقى إلى الأبد. هل رفضت هذا العرض الأمريكي الذي يشمل إقامة دولة فلسطينية، وكيف ترى التدخل الأمريكي في السياسة الإسرائيلية؟ أنا لا أعلم ما الذي قيل لمسؤولين إسرائيليين، لكن سألقي بشأن اليوم لن أتحدث عن ما بعد نتنياهو. الحديث عن اليوم بعد نتنياهو هو يتحدث عن إقامة دولة فلسطينية مع السلطة الفلسطينية، وهذا هو الواقع. وأنا أريد أن أقول لك هذا اليوم لن يكون اليوم بعد نتنياهو، بل سيكون بعد القضاء على كل الشعب الإسرائيلي. أنا أقول ببساطة هذا الصراع هو ليس على عدم وجود دولة فلسطينية، بل على قيام دولة يهودية. كل منطقة نخرج منها نتلقى منها الإرهاب، وهو إرهاب فظيع، وهذا حدث في جنوب لبنان، وحدث في قطاع غزة، وحدث في الضفة الغربية، في مناطق من الضفة الغربية عندما خرجنا منها. لذلك أوضح في أي اتفاق مستقبلي، باتفاق أو بدون اتفاق، دولة إسرائيل يجب أن تسيطر أمنيا على كل المنطقة بين النهر والبحر، وهذا الأمر يصطدم مع فكرة الدولة، تصطدم مع فكرة السيادة. بالنسبة للأمريكيين رفضت الضغوط، كافحت هذه الفكرة. رئيس حكومة إسرائيل يجب أن يكون قادرا أن يقول لا حتى لأفضل أصدقائنا، أن يقول لا عندما يلزم ذلك، وأن يقول نعم عندما يكون ذلك ممكنا. هذا ما كنت أقوم به، وهذا لم يمنعني من التوصل للسلام مع 4 دول، وهذا لم يمنعني من توسيع إلى دول أخرى في المنطقة مع أصدقائنا الأمريكيين. سؤال آخر، قلت قبل قليل إن رئيس الحكومة يجب أن يعرف كيف يقول لا لأصدقائنا. هل المساعدات الإنسانية لغزة هي ليست أحد الأمور التي يجب أن نقول فيها لا؟ بالنسبة وزير الدفاع قال اليوم أن غياب القرار السياسي قد يؤثر على تقدم العملية العسكرية، وغياب الخطط ما بعد أو اليوم التالي سيضعف الإنجازات الحالية. اليوم قواتنا، هذه أسئلة كثيرة. أنا قمت باقتباس ما قاله وزير الدفاع في بشأن إدخال المساعدات الإنسانية. فيما يتعلق بإدخال المساعدات أو المساعدات الإنسانية بالحد الأدنى وهي ما ندخله، هنالك طبعا اتفاق بأن هذا مهم من أجل
استمرار الحرب وانتشار الفوضى والأمراض والأوبئة والموت الجماعي سيؤدي إلى وقف القتال، والجميع يفهم ذلك. وإذا أردنا الوصول إلى أهداف الحرب وأنا مصر على الوصول عليها، فيجب أن ندخل مساعدات إنسانية بالحد الأدنى. كان في السابق يدخل 1500 شاحنة في اليوم، ونحن نتحدث اليوم عن قسم بسيط من هذا. اليوم التالي هو اليوم التالي بعد حركة حماس، نحن نتباحث حول ذلك، نحن نتحدث حول ذلك في مجلس الأمن القومي وفي المجلس الحربي، وشروطي واضحة وأنا عرضتها مرارا. القضاء على حماس، نزع سلاح الغزة، وإدارة مدنية التي لا تدعو إلى القضاء على إسرائيل. أعتقد أن هذه الأمور ليست معقدة، وأنا سأكون مسرورا إذا كان هنالك غزيون مستعدون للقيام بذلك، وإذا أنا مستعد إذا كانوا سيتعاونون معنا. أنا مستعد لتجنيد عدد من الدول في المنطقة التي ستكون مستعدة للتعاون في هذا المجهود الإنساني وفي إعادة بناء قطاع غزة مع بعض الجهات، لكنني أنا أشك في إمكانية إقامة هذا طالما أن حماس موجودة هناك. وحتى تقضي على حماس سيكون من الصعوبة الوصول إلى الحديث عن اليوم التالي، ولذلك نحن نتحدث عن الموضوع وما يمكن تطبيقه سنطبقه. لا أذكر أي حرب في إسرائيل في تاريخ إسرائيل والتي قلنا في إسرائيل التي وصلنا فيها لإنجازات مهمة، لن ننتصر إلا إذا كان هنالك أهداف سياسية حول اليوم التالي. هذا لم يحدث في السابق.